بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بصناعة تحت العنوان Using Story View. الستوري فيو ده يا جماعة زي ما سبق ان احنا قلنا عبارة عن هو الفيور اللي بيخليني اشوف البروجكت بتاعي بشكل كامل، اشوف الانتراكشنز اللي ما بين السينسز، اشوف التفاعلات، اشوف التريجرز، اشوف الاحداث، ابتدي اربط اجزاء المشروع بتاعي ببعض. فهو اللي بيوفر لي الصورة العامة، مسافة الخريطة الذهنية اللي بتوضح لي كل البروجكت بتاعي نظرة عامة عليه من فوق. ديت الستوري فيو. في الستوري فيو ايه يا جماعه، انا بجيبها من قائمه فيو زي ما اتفقنا، اروح على ستوري فيو ودايما بلاقيها في اول تابعه على الناحيه الشمال. طبعا في الستوري فيو مش بلاقي تايم لاين ومش بلاقي سينسز، لان السينسز السينز المشاهد يعني بتبقى اوريدي موجوده جوه. ادي اهو المربع الازرق ده، ده سين يا جماعه، انتايتل ده، انا مش مسميه اي حاجه تمام. وقت ما بضغط كليك عليه بقى واقف على السلايد، ساعتها بيتنشط معايا التريجرز والسلايد بروبرتيز. السلايد بروبرتيز الخاصه بالسلايد اللي انا واقف عليها. لو انا واقف على السين طبعا انا مش هقدر اعمل حاجه، مش هقدر اعمل تريجر للسين ولا بروبرتيز للسين. السين يا جماعه معناه مشهد، مشهد معناه زي ايه؟ ده جانب تنظيمي الك انت، بمعنى ان انت ممكن مثلا تخلي مجموعه مشاهد خاصه بحاجه معينه، ولنفرض ايه؟ مجموعه مشاهد خاصه بشاشه الاهداف، مجموعه مشاهد خاصه تفاعلات خاصة بشاشة المحتوى، الفصل الأول، الفصل الثاني، المقدمة. كل مشهد ممكن تحط فيه سلايد أو أكتر، ده أمر بيرجع إلك. طيب الجانب الثاني، خلونا نتكلم عن الوركينج وذ سينز، نتعامل مع السينز. أول حاجة الستارتنج يا جماعة، أنا هنا عندي مشهد واحد بس، أضيف مشهد ثاني إزاي من هوم يا جماعة؟ ممكن أضيف له نيو سين، فأنا كده بيجي عندي مشهدين. ازاي ابتدي افرق ما بين المشهدين؟ ده بيكون عليه واحد وده بيكون عليه رقم اثنين. اللي عليه العلم يا جماعه اهو، هو بيقول لي ستارتنج سين. المشهد هو اللي بمجرد ما يعمل بيلد وربلش للمشروع بتاعي هيبتدي من عند النقطه اللي عليها العلم. طب انا عايز ديت نبتدي من عنده، اضغط كليك يمين واخلي ديت ستارتنج سين، فبيجي رقم اثنين هو اول حاجه عليها العلم. العكس ممكن اضغط عليها واروح من سينز ديت، اضغط على مين؟ على ستارتنج سين، فالاقيها رجعت مره ثانيه. النقطه الثانيه يا جماعه الخاصه بني، اسمي المشهد بني، هلاقي فوق انتايتلد سين، هضغط عليها او باني ممكن اضغط عليها كليك يمين وبضغط عليها رينيم واسميها. ولنفرض مثلا هقول له افتتاحيه، ده بالنسبه للسين الاولاني. وهنا مثلا هضغط عليها واقول له رينيم وهسميها مثلا مقدمه. وده هيبقى مجموع ده مشهد زي اطار تنظيمي احط فيه الحاجات الخاصه بالافتتاحيه بتاعت البرمجه اللي انا بحاول اعمل لها انتاج. ده المشهد ده مش او المشهد ده في مجموعه من السلايدز الخاصه بالمقدمه. ممكن تبقى مشهد، ممكن تبقى سلايد اتنين او اكتر، ده امر بيرجع لك، ده على سبيل التنظيم يا جماعه. تمام. او تمام اوكي. انا بس بحاول امثل، بدي مجرد افكار يا جماعه تمام. لكن انا في البرمجيه بتاعتي احاول اقسمها بشكل تاني، لان المشاهد دولت يعني تحس كان هما مش مرتبطين ببعض، لكن انا ممكن اربط السلايدز او السنسز ببعض من جوه بالتريجرز او كده. ده بس هو عباره عن جانب تنظيمي وهيبان ان شاء الله باذن الله مع مرور الوقت. طيب ازاي انا نضيف سين؟ قلت من نيو سينز ممكن اضيف اي عدد من السينز او المشاهد انا عايزها. ازاي اعمل له رينيم؟ ازاي اعمل له ديليت؟ نفس الفكره، ممكن اضغط على نيو سين واروح اضغط عليه كليك يمين واقول له والله ديت ديليت، هيجيب لي رساله اقول له يس. ممكن اعمل له دوبليكيت باني انا احدد السين وابتدي اعمل كنترول دي اكزاكتلي زي الفكره، من اضغط كليك يمين واقول له والله ده دوبليكيت، فانا اعمل له ديليت. تمام اوكي. الواحد يا جماعه ده الرقم هو اوريدي بيبتدي يحطه من عنده، وبلاقي ان السلايدز برضو بتتسمى باسمه، يعني ديت فيها سلايد واحده بس فاخدت واحد. الواحد ده خاص بالسين الرقم واحد، والواحده التانيه خاصه بالسلايد الخاصه باول سين. انا حطيت سلايد من تحت هنا هلاقيها بقيت واحد اتنين، زي بالظبط هنا لما بقيت اتنين واحد اتنين، ديت خاصه بالسين التاني او السلايد فيه. ده بالنسبه للاسم بتاع السلايد ديت. طيب ازاي ابتدي اعمل كولابسنج للفكره بتاعت الكولابس يا جماعه؟ اني لو ضغطت على السهم الصغير ده
هلاقيه يعمل لي كولابس ليها، اخليها كده بيجيب شكل صغير. فبالتالي انت بتحاول تعرض كميه او بتحاول تعرض اكبر عدد ممكن من السلايدز اللي موجودين جوه المشهد ده، وكلهم جاست اول ما تضغط عليها بتبتدي ايه تعرضها لك بالحجم الكامل. مجرد ما تضغط كليك يمين ممكن تعمل كولابس اول سينز، بتحاول تخلي تعملهم كولابسنج، او بان انت تعمل لهم كليك يمين تقول له اكسباند توسعهم كلهم، او بان انت تشتغل لوحدك ديت كولابس لوحدها وديت اكسباند مثلا على حسب ما انت عايز. الجانب التاني انا ممكن اعمل موفينج للسينز يا جماعه، اسف للسلايدز، من سين لسين تاني، من مشهد لمشهد تاني، زي اكزاكتلي بالظبط بمنتهى السهوله. جاست دروب اند دراج، امسك البتاعه ديت وشدها وديها هناك، الاسهم بتحاول تساعدك يعني، تمام؟ هتلاقيها راحت نفس الفكره بالظبط كده، ديت بقت واحد واحد يعني، السين الاول السلايد الاولى، السين الاول السلايد الثانيه، ممكن اخد ديت اوديها للسين اللي هناك، الاسهم ديت بتحاول تساعدك برضو، ديت بقت واحد واحد ودي بقت اثنين، لوحدها القصه بتاعت ازاي بدل السلايدز من بين السينز المختلفة. دهيت الجانب الخاص بالمشاهد يا جماعة. اوكي جميل. لما نيجي نتعامل بقى مع انا قلت برضو ازاي اروح دايما للستوري فيو من قائمة فيو، ممكن اروح للستوري فيو وبقى دايما في اخر تاب يا جماعة. اوكي الجانب الثاني السلايد اللي انا واقف عليها، طيب اوكي السلايد اللي انا واقف عليها، بمجرد اني اقف عليها بيبتدي يتنشط معايا التريجرز بتاعتها والسلايد بروبرتيز بتاعتها خاصه بالسلايد اللي انا واقف عليها. يعني ديت البروبرتيز بتاعت السلايد رقم 2 1، ديت البروبرتيز بتاعت السلايد رقم 1 1، نفس الفكره التريجرز بتاعت السلايد اللي انا واقف عليها يا جماعه. طيب خلونا نروح للسلايدز، جاست بنينا نعمل حاجه من مجموعه حاجات، باني ممكن اروح من تحت للسلايد، او ممكن اضغط دبل كليك هنا، او ممكن اروح للسلايد فيو، اي واحده من دول مثلا اضغط دبل كليك هلاقي نفسي في السلايد، في السلايد فيو. طيب اوكي في السلايد فيو انا ممكن اعمل مجموعه من الحاجات. اولا ممكن ابدل ما بين السلايد فيو والستوري فيو، بان انا نروح من هنا او من قائمه كالعاده يعني. ممكن اضيف سلايدز يا جماعه، اضيف سلايدز ازاي؟ باني اضغط كليك يمين اقول له لاين نيو سلايد، اور باني قائمه هوم اروح اقول له لاين نيو سلايد. بمجرد ما اني اضغط انا عندي تمبلت، وعندي عندي تمبلت جاهزه، ممكن اختار منها مثلا تصميم اوريدي ديزايند. كما ان التمبلت زي يا جماعه لو دخلتوا على الموقع بتاع ارتيكوليت ممكن تلاقي مجموعه من التمبلتس الجاهزه الكتيره، ممكن تعمل لها داونلود وتختار منها زي ما انت عايز، او بيزك لاي اوت ممكن تختار حاجه من ضمن الحاجات الاوريدي مبنيه. الكويزز لو انت كنت عايز تبني سؤال، والسكرين ريكوردنج، اكشن انت ما عندكش سكرين ريكوردنج، او تعمل امبورتنج من اي واحده من ضمن كومبوننتس او من البرامج الملحقه بالبرنامج ديت. ورسي انا هنشتغل على تمبلت، اسف انا هشتغل على بيزك لاي اوت، واقول والله ديت بلانك، انا عايز تمبلت جاهز، اقول والله ديت انسيرت. انا كده ابتديت اضيف، او ضفت كده يا جماعه ايه، كده ابتديت اضيف سلسله. فبدل لو رحت للستوري فيو يا جماعه ايه اللي هيحصل اكزاكتلي؟ لان الافتتاحيه فيها اثنين سلايد، واحده انتايتلد والثانيه انتايتلد برضه لسه ما سميتهمش. طب فرصه كويسه خلاص نتكلم عن ان انا نسميهم، بان ممكن اقف على السين نفسه، على على السلايد نفسها واضغط واقول والله جاست رينيم على السين نفسها، كليك يمين واضغط رينيم وهو هيحطها لي في وضع التحرير، واقول له والله مثلا ديت شاشة شاشة رقم واحد على سبيل المثال. او باني ممكن اروح للسلايد اللي انا عايز اعملها رينيم، اضغط عليها دبل كليك يا جماعة واروح عليها بهنا كليك يمين، واقول له برضو نفس الفكرة باني رينيم، واقول له شاشة مثلا يعني رقم اثنين، تمام. الشاشات المفتوحة يا جماعة يعني بتلاقيها موجودة فوق، يعني انا لو ضغطت دبل كليك دبل كليك بيحاول يبدل لك ما بين الاثنين. القائمة اللي على الناحية الشمال ديت قائمة السينز المشاهد، انت في الافتتاحية عندك اثنين، طيب ماشي موجود في المقدمة عندك سين واحدة بس كده، انت بتحاول تبدل ما بين الحاجات اللي انت فاتحها. دايما ممكن تروح للستوري فيو وتختار اللي انت عايزه، لو عايز تستعرضه بشكل كامل او عايز تمنتج عليه او طيب يا جماعه. اوكي طبعا زي ما احنا واخدين بالنا الستوري فيو دايما بتكون على الناحيه الشمال، وادي ترتيب المشاهد بتاعك طبعا، الاثنين الواحد ده السين الثاني اول شريحه فيه، واحد الاثنين السين الاول اول شريحه فيه، وهكذا. ممكن تعمل لها كليك يمين وكلوز، او ممكن تقفل كلوز اذر تابس لو عايز تقفل الكل باستثناء التاب اللي انت واقف عليها ليت. تمام اوكي. خلونا طيب نتكلم عن ازاي انا منتج على السلايدز، ازاي اعمل ايديتنج للسلايدز.
على نفس المشهد برضو قبل ما نروح القصه ديت، ممكن اروح جاست كليك يمين وممكن اعمل برضو كوبي وكات وبيست ونيو سلايد واعمل رينيم واعمل دبل كيت واعمل ديليت وكده، يعني حاجات كتير الامور العامه ديت. طيب ازاي اعمل ايديتنج للسلايد؟ عندي في الايديتنج اكتر من نقطه، واول حاجه بتكون عباره عن تشينجينج لللاي اوت. اللاي اوت انا لما اخترت، لو الناس كانت فاكره فاكرين لما عملنا كليك يمين وقلنا مثلا نيو سلايد، انا كنت مختار اللاي اوت بتاعي انها تبقى بلانك اوكرسي. طب انا عايز اغير اللاي اوت بتاع الشاشه رقم 2 ديت، جاست كليك يمين واقول والله لاي اوت، وساعتها ممكن تختار على التصميم. يعني انت اوريدي بعد ما عملت امبورتنج او بعد ما حطيت السلايد ممكن تغير في اللاي اوت بتاعها، تقول والله تايتل اونلي، هتروح يضيف لك حاجه ليها دخل بيها، تمام. فانت بتمنتج برضو على السلايد نفسها. عشان والله فرضا انا حبيت اخد العنوان ده اشده في مكان معين وانا عايز اعمل ريسيت بقى للقصه دي، جست نفس الفكره، تروح تضغط كليك يمين وتقول والله ريسيت سلايدز، هيروح يحاول يرجع لك للاعدادات المسبقه. طبعا الكلام ده ملوش دخل بالداتا بتاعك، هو بيحاول يرجع بيحاول يرجع تنسيق او بيحاول يرجع الاعدادات العامه للسلايد، بس ما بيحاولش يحذف لك الداتا. لو انت كنت عامل انترنج، لو انت كنت مدخل داتا جوه السلايدز بتاعتك، مش بيحاول يحذفها. الجانب التالت من يضغط كليك يمين على سين واقول والله فورمات باك جراوند، ساعتها ممكن انا نشتغل على الخلفيات او الخلفيه بتاعت المشهد ده، كليك يمين واقول والله فورمات باك جراوند، فبيجيب لي والله الويزارد بتاعه في المدى الجمهوري. طب بيقول لي انت عايز تملاها سوليد فيل لون معين، مثلا لو كان لون احمر ولنفرض او لون مثلا اي لون من الالوان. المهم هيجي حديث عن القصص ديت ان شاء الله باذن الله في الايام اللي جايه، لكن احنا بنحاول نلفت الانتباه بس، لان الكلام ده راح يتطبق يا جماعه على السلايد ديت بس. جاست لو انت ما قلتلوش ابلاي تو، لو قلت له ابلاي تو هيطبق لك على الكل، فانا لو قلت له كلوز هيطبق على السلايد ديت اون، حتى السلايد اللي في نفس المشهد بتاعها نفس السين يعني ما حصلش فيها حاجه، لاني انا ما قلتلوش ابلاي تو اول، لا انا قلت له ده كلوز، يعني اعمل لي ابلاينج لل او للايديتنج ديت الاعدادات ديت اللي انا عاملها الاوبشنز دي على مين؟ على السلايد ديت بس وديت اونلي. الجانب التالت لو انا حددت السين التاني ورحت لقائمه ديزاين، ممكن اشتغل على البريبيت ثيمز، الثيمز هي اوريدي ديزاين دي متصممه، جاست كليك طبعا، فبيحاول السيم يا جماعه بيطبق، السيم بيطبق على السلايدز كلها طبعا كالعاده زي ما احنا كنا عارفين. او ما اذا كنت انا كنت ممكن اخصص للسيم لسلايد معينه اخليها باك جراوند معينه، ممكن تكون صوره، ممكن تكون باترن، ممكن تكون اي شيء من الحاجات اللي هتيجي ان شاء الله باذن الله في المستقبل. بس انا كده ممكن برضو امنتج على الثيم، الثيم ده بيمشي معايا على اي سلايد. لو انا عملت نيو سلايد تاني هتاخد برضو يا جماعه، هيقول لي طيب انت عايز ايه؟ اخذت نفس البريبيد ثيم، نفس الاعدادات الخاصه بالثيم، برضو نفس المشهد، لان انا مطبق عليها ثيم معين، لو ضغطت على ثيم بيبتدي يتغير على الكل يا جماعه. نفس الفكره بتاعت برضو الباوربوينت والقصه دي. طيب المشهد بتاع الترانزيشنز يا جماعه، لو انا رحت لقائمه الترانزيشنز وقلت والله شاشه رقم واحد وقلت له والله بوش، حطيت عليها ترانزيشن وقلت له شاشه رقم اثنين وقلت له والله سيركل، بحاول اعمل حركه انتقاليه. فلو انا رحت يا جماعه وقلت والله بريفيو ذس سين عشان اعمل بريفيو للسين ديت ونشوف اللي هيحصل، بمجرد ما اني اعمل ادي اول حركه انتقاليه، ولو عملت نيكست هلاقي ان الحركه الانتقاليه دي من الثانيه، بس الحركه الاولانيه هي تقريبا على ما اظن اللي ظاهره، زي ما سبت برضو الترانزيشنز اللي موجوده في الباوربوينت اكزاكتلي. طبعا ديت ليها دخل بالايه، ليها دخل بالانترنس، وهنتكلم ان شاء الله باذن الله عن القصص ديت في المستقبل. بنحاول بس نلفت الانتباه للناس ديت بخصوص. طيب اوكي، الجانب اللي قبل ما نختمه يعني الحلقه، عايزين نتكلموا برضو عن الخاصه بالمشوار بتاع التريجرز. ممكن طبعا لكل سلايد ممكن اضيف تريجر خاص بيه هيجي الكلام عنه، ممكن اضيف لاير خاص بيه هيجي الكلام عنه ان شاء الله باذن الله. برضو الجانب الثاني بخصوص يا جماعه، هو البرنامج بيشتغل بشكل خطي تتابعي، ما لم انت مثلا تحدد له حاجه معينه، ولا افرض خلينا نروح للستوري فيو هلاقي هو انا الشاشة رقم واحد، وهلاقي السهم كده صغير ومنزلني على الشاشة رقم اتنين، وتحت منها فيه لينك رمز البتاع ده. المشهد ده يا جماعة انا ممكن اعمل فيه كنترولينج على الاوردر، على الترتيب، فاهمني؟ طيب انا لو ضغطت على اللينك ده وقلت له والله لينك تو سين، وقلت له لا بص انا عايز المقدمة،
فجس وات ابتدى يعمل ايه؟ لو رحت المشهد ده، يعني انا كده ربطت المشهدين كده ببعض، ممكن اخلي المشهد ده بتاع حاجه زي ريليشن شيب في برامج الاكسل او الاكسس، مش واخد بالي بصراحه. يعني انا كده حاولت اربط المشهدين ببعض يا جماعه، بحيث ان هو وقت ما يوصل للشاشه رقم 2 لو انا قلت له نيكست اكزاكتلي يروح مدخلني على السين الثاني واخدني في اول شريحه في السين الثاني، تمام؟ فده المشهد اللي انا كنت بقول عليه تريجر يا جماعه، تريجر تريجر. بنحاول ان الاسهم ديت بتحاول تساعدك في ان انت تعمل كده. اللينك ده برضه هو المسؤول عن القصه ديت، حتى لو انا رحت عليه هلاقيه جامب تو بريفيوس مش عارف ايه، نفس الكلام اللي كان موجود في التريجرز ديت اللي هيجي الحديث عنها ان شاء الله باذن الله في حلقات جايه. ديت بخصوص زي نظره بسيطه ونظره عامه عن الستوري فيو والوركينج ويز سلايدز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.